الشارع الساعة 12. طب قولي لنا كده، هم كانوا راكبين اصلا اتوبيس من هناك من الشيخ زايد النادي الاهلي وراحوا بقى على هناك. يعني هم راكبين اتوبيس من خاص بالنادي الاهلي. هم راحوا مع الاتحاد. والاتوبيس هناك سابهم يعني؟ هو مش سابهم، هو كان بيتحرك تقريبا هيقف قدام شويه مش عارف هيروح فين، فهم خايفوا افتكروه هيمشي عشان مش عارف يروحوا. هم بيرجعوا، راح العربيه خبطاهم ورميتهم على الرصيف الناحيه الثانيه وجالهم نزيف وضعف. تمام، توفوا الحال ولا بعد ما انتقلوا للمستشفى؟ لا هم كانوا عايشين بس لما راحوا المستشفى توفوا تقريبا، ما لحقوش ان هم ينقذوهم. تمام، قولي لنا بقى ايه اخر محادثه دارت بينك وبينهم؟ كان عن الماتش، كانت بتصحيني الساعه 10 عشان اذين الماتش، كان معايا التيكت وحجز بس للاسف ماما قطعت. يعني انت كنت رايحه اصلا معاهم الماتش ومعاكي التذكره وكل حاجه؟ التذكره قطعتها خلاص ورميتها. ماما قالت لي هيحصل لك حاجه، كلمه كانت عارفه وحاسه يعني. وهم كمان كانوا حاسين، يعني هان كانت بتقول ان هي متشائمه من الماتش اساسا. يعني هم هي كانت رايحه عشان بتقول ان الاهلي هي بتحبه يعني وعايزه تروح وراه وكل حاجه. طب هو ده كان اول ماتش ليهم يحضروه للاهلي ولا اخر ماتش حضروه كان امتى للاهلي؟ اخر ماتش هم بيحضروا كله، كل الماتشات. يعني اخر ماتش هم كانوا حاضرينه برضه، ما بيفوتوش ماتش، كنا رايحين الاهلي والزمالك السوبر والدوري والمحل وكله الداخليه وكله. يعني مش بيفوتوا ماتش للاهلي؟ لا مش بيفوتوا. طب قول لنا بقى استقبلت الخبر ازاي؟ انا كنت في الشارع، كنت خارجه فبفتح الساعه 11 كده لقيت ان هم في المستشفى. بعد كده قعدت ادعي لهم شويه لقيتهم في الاخر توفوا. الاهلي اول ما نزل الخبر انا اتاكدت عشان ده الناس كلها كانت بتهدي، مش عارفين هم ميتين ولا عايشين. ممكن نكمل مع حضرتك؟ يعني كان اخر لقاء كان بينك وبينها كان ازاي؟ قالت لك ايه؟ وصلتك بحاجه؟ هي كانت بترن عليا من رقم غريب فهي بتقول لي انت ما كنتيش على رقم غريب، بعدها بتقول لي اصحي يعني. كانت بتصحيني الساعه 10 وربع عشان ننزل. عرفتي كانت اقوى من نورهان ولا نرجس؟ لا نرجس. طب نورهان، طيب اسعدتها ازاي؟ نورهان انا كنت عارفاها وفي تعامل بيننا عشان هي كانت عامله بيج للتيشيرتات وكده. نوران ستور على ما اظن. ايه قصه نوران ستور اللي بتكلمي؟ هي كانت فاتحه بيج لنفسها عايزه تعمل حاجه يعني. ففتحت بيج بانها بتحب الاهلي فبتنزل تيشيرتات وكل حاجه. فانا كان اول ماتش اشوفها المفروض امبارح، بس احنا نعرف يعني بعض. كنا متفقين مع بعض ساعتها. كلنا كنا متفقين في جروب ولا اول؟ احنا عاملين جروب كلنا. كان مين كانت بتكون نشط عليه في الجروب؟ كانت بتحمسكم الاهلي ازاي؟ هي كانت بتحمسنا بكل حاجه، اخلاق وكل حاجه. كانت كل مره كل يوم تبعت لنا ايه تقول لنا انا بحبكم اقراوها، ومثلا تقول لنا ما حدش يشتم شتايم غلط، وكانت بتنصحنا نصايح كتير قوي بجد. ربنا يرحمها. يعني لو معانا دلوقتي حب سامعانا دلوقتي حابه تقول لها ايه؟ بقول لها ان احنا كلنا في ظهرها وبنحبها جدا، ان شاء الله لو في حق ومستخبي واحنا مش عارفين يرجع بجد، لان الغلط كله من الحكومه. مفيش حد بيعمل كده، مفيش استاد يبقى ضلمه. يعني ليه اتمشى ربع ساعه ضلمه؟ او ليه الطريق اصلا ما فيهوش نور؟ يعني هي كانت بتعدي الطريق عادي، ف الطريق كان ضلمه يعني قصدك تقولي كده؟ هو الطريق ضلمه ما فيهوش حتى كوبري ممشى كده ان هم يعدوا من فوق. هو لو في كان اكيد هم كانوا هيعدوا. في شاهد عيان كان طلع وقال ان هم طلعوا ركبوا الباص او كانوا رايحين بعد كده نزلوا يشتروا حاجه لما اكل، رايحين يجيبوا اكل. الكلام ده صحيح؟ يعني هم ركبوا الباص عادي في الاول كان تمام؟ ايوه ركبوا الباص لقوا نفسهم جعانين وفي سوبر ماركت فنزلوا عشان يعدوا. انت شفت اخر بوست كانت منزلاه نورهان؟ شفت كل حاجه. كانت ايه اخر بوست كانت منزلاه؟ اخر بوست كان منزلاه ان هي وارجع فرحان اهلي كسبان قبل ما توفى بساعه. قبل ما توفى بساعه، ده كان بعد نتيجه الاهلي مباراه الاهلي. بعد ما كسب خلاص. كانوا خارجين فرحانين طبعا وحصلت الحادثه. اتذكرت الخبر ازاي؟ اول كان صدمه ليك؟ صدقتي في الاول صدقتي كدبت الخبر؟ طبعا انا لحد دلوقتي مش مصدقه يعني، مستنيه حد يطلع يقول الخبر ده كذاب ان هي بخير وهتيجي كل حاجه. هما الاثنين. انت قلت ان انت كنت رايحه معاها؟ ده كان حقيقي فعلا؟ والله كان حقيقي. ايه اللي حصل بقى؟ مامتي قالت لي ما تروحيش، يعني صحيت الصبح الساعه 10 قالت لي لا انت هيحصل لك حاجه وقولي لاصحابك ما يروحوش. طب يعني اشمعنى الماتش ده بالذات قالت لك؟ عشان ده سفر. وانا وانا هي ما ينفعش تسافر لوحدي. انت تسافري؟ لا يا اما معايا بابايا يا اما اخويا. بس ولا ده كان هيجي ولا ده كان هيجي. هما عشان في العيد قالوا لي روحي في الاول وانزلي احجزي وكل حاجه. تاني يوم لا مش هتروح. طب ونرجس بقى قالت لك ايه؟ انا ما بتتكلمي. نرجس اخر حاجه قايلها لي ان هي كانت بتصحيني، كنا قبلها كانت بتقول يلا انزلي احجزي احنا مستنيينك وكل حاجه. بحبك.
كان في شات متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ان هي كان قلبها حاسس كان قلبها مقبول طبعا صديقه مقربه لي يعني مركز بتكشف طبعا تفاصيل ما قبل الحادثه. طب ايه كان الكلام بينكم وبينها؟ السلام عليكم ورحمه الله. كانت دايما بتنصحنا بانها اكبر مننا.